هو الوستد فنتيليشن، هو الجزء الضائع. ايه يعني ميت؟ والبيدستين هو الفوليوم اوف اير does not undergo gas exchange، هو الجزء الذي لا يحدث له gas exchange. فالفوليوم اوف اير ده يا شباب، لو انا باخد 500 مللي اكسجين في النفس الواحد سايد الفوليوم، ففي 350 مللي بيوصلوا للالفولار يحصل لهم جاز اكسشينج، لكن في 150 مللي موجودين في التراكية وفي البرونكاي من اول النوز لغايه التيرمينال برونكيول في المكان اللي اسمه الاير واي باسجز، مكان ما بيحصلش فيه جاز اكسشينج. فسمي ال 150 مللي دول ده الديد سبيس. تعالوا نشوف انواع الديد سبيس. اول حاجه يا شباب الاناتوميكال ديد سبيس، ماشي مع الاناتومي، الحجم الهواء اللي مالي الاير كونداكتنج زون من اول النود وحتى التيرمينال برونكيول ما قبل الريسبيراتوري برونكيول، كل ده اير باسج تتميز بانها ثيك وول ولا يحدث لهذا الاير اي جاز اكسشينج، فبسميه اناتوميكال ديد سبيس. وده موجود في الاصحاء في الناس النورمال، حجمه 150 ملي من الهواء. فالمرضى بيضاف عليهم حاجه اسمها الالفيولار ديد سبيس. نعم يا دكتور، الالفيولار ده مكان الجاز اكسشينج، لكن لو في مريض يمتلك الفيولاي مش واصل لها بلاك سبلاي، يا سلام على السجع والنجع، الفيولاي مش واصل لها بلاك سبلاي، دي بتعتبر من فانكشنج الفولار، فيها هواء ما بيحصلش لها جاز اكسشينج، دي في المرضى، دي زيرو في الاصحاء، من فانكشنج الفولار، فيها هواء بس ما فيش فيه جاز اكسشينج، فيضاف على الاناتوميكال ديد سبيس كمان الفولار ديد سبيس، ولذلك محتاجين ان احنا نجمعهم مع بعض في حاجه اسمها الفسيولوجيكال او يسموه التوتال، مش مكتوبه التوتال دي، الفسيولوجيكال ديد سبيس، جمع الاثنين مع بعض اسمه الفسيولوجيكال ديد سبيس. نورمالي الفسيولوجيكال ديد سبيس يساوي الاناتوميكال زائد الالفولار، والالفولار عند الاصحاء نورمالي ابسنت زيرو، اذا الفسيولوجيكال ديد سبيس يساوي الاناتوميكال ديد سبيس فين؟ في نورمال بيرسون في الاصحاء. اديه تقريبا حوالي 150 الى 167 ملي لتر. صوت يا شباب. الديد سبيس له طريقتين في القياس باستخدام غازات شائعه، السي او 2 والنيتروجين. فأقول الأول significant، ما هو significance of dead space؟ إيه أهميته قبل ما أتكلم عن measurement؟ أهمية الـ dead space خدناها أصلاً. واحد له protective function، هو الـ air conducting zone ده يا شباب. في هواء صحيح ما بيحصلوش جاز اكسشينج، ولكن هل معنى ذلك ان ليس له اي فوائد؟ لا، في فوائد هنا، هو ده شباب سيجنيفيكانس يعني امبورتنس الاهميه. واحد له بروتكتيف فانكشن من اول النوز، النوز يا شباب اللي فيها هيرز يعمل تنقيه للهواء، يفلتر اي فورين بودي حجمه سايز بتاعه اكثر من 10 مايكرون. Protective function، حضرتك copy and paste، copy من ال protective function في أول ال introduction لما قلنا non-respiratory function of respiratory system، أفصل protective function وحطها هنا في أهمية ال dead space. Mucus blanket و mucociliary escalator mechanism وكلام زمان. أن إلو نخلا تاما، لو جه ال importance of dead space. مش اكتب لي protective function وجنبها
في صفحة مش عارف ايه ولا بروجكت فانكشن في الاستاذ هكلمه لك ان شاء الله هكلمه لك اكلمك بالظلمه بروجكت فانكشن واهميه الدينس بيت في مصر اهميه كبيره لان مصر مليانه قطار وتراب والجو بتاعها مش نقي ولذلك هنا بروجكت فانكشن مهمه اثنين اثنين وثلاثة انا حاسس ان في ناس بتتكلم شباب اثنين وثلاثة وجود الديد سبيس يا شباب بيمنع الماركت تشينجز في البلاد جازز مع ايتش ريسبيريشن وبيمنع التغير الحاد والماركت تشينجز والماركت تشينجز في الانسباير تمبريتشر اند هيوميديتي نفس وظيفة الريزيديوال فوليوم ازاي؟ حضرتك لما ربنا يكرمك كده وتروح ألاسكا ودرجة الحرارة حيث سالب 20 درجة مئوية انت عايز حضرتك الهواء يدخل بال كولد اير ده مش كولد اير ده تلج ده هيعدي على الديد سبيس ايه الديد سبيس ده؟ ما احنا عارفينه بقى المكان اللي ما تعرفش الجاز اكستشينج المكان اللي بيشغله الاير كوندكتنج زون فهنا هو يبقى المكان اللي واخد درجة حرارة الجسم ده لما انا اعدي عليه جو وهواء بارد جدا لو الهواء ده دخل مباشرة على الالفولاي يعمل فيها دمج ويجمد لي الفض المحيط بالالفولاي فمن رحمة ربنا عز وجل ان في مكان اسمه ديد سبيس وبرضه في ريزيدوال فوليوم احنا بس نعرف كلمة ديد سبيس هيعمل ايه؟ هيعمل شوية تدفئة لهذا الهواء اللي داخل على الالفولاي مش على طول من قلب 20 على الالفولاي مع الفض اثنين لو انت رحت الكويت خلينا في الخليج دولة الكويت مثلا في الصيف حيث الحرارة اقلها 55 او 60 درجة مئوية هنا الديد سبيس في ووتر بيبر تعمل مويسترينج انت لما تكون عايز تجيب طراوة ترش مية فهنا الووتر بيبر يعمل لنا ان هو فطريه لهذا الهواء يخلي الهواء كانه اير كونديشننج فانا هنا بعمل بمنع المط اه صحيح الهواء يدخل دافي وسخن كمان بس انا مش عايز التغير الحاد مش عايز تغير حاد مش من الضر للنار زي ما بيقول مش من التلج على طول على البلاط اه صحيح ايه اللي دخل الدرس في الموضوع جت منين؟ الالجبر الوول بتاع التراكية والوول بتاع البرونكاي يا شباب يا دكتورتنا العزيز استاذن حضراتكم ركزوا معايا انت مش في عندك هنا في حاجه اسمها دوبلت سيلز عماله تطلع لك فلويد مش في فلويد ان هو فلايننج للتراكية مش في فلويد وظيفتها ان هو انها تعمل لوبريكيشن ووظيفتها انها تمسك اي فورين بودي مش في فلويد وفي هواء مولع داخل لجسم حضرتك ما يعملش شويه ووتر فيبر هو انت داخل على انابيب صماء تجاويف ما فيهاش اي فلويد ومن حضرتك بتجيب سبيوتم البلغم ده منين؟ مش ده عباره عن ريسبيراتور سكريشن المهم ما علينا بروتكتيف فانكشن كلام مؤكد اثنين وثلاثة قلناهم قبل كده مع الريزيدوال فوليوم وبنأكدهم النهارده مع الديد سبيس الجسم ما يقبلش التغيرات الحادة في مستوى البلاد جازز ولا يقبل التغيرات الحادة في التمبريتشر لها تأثير يفقد الخلايا والجسم حيويته والتزام. أربعة دي أهمية كلينيكية كلينيكال امبورتنت لو قلت لحضرتك ما هو الريسبيراتوري مينت فوليوم بتقول يا دكتور والله انا هتربي باخد في النفس الواحد 500 مللي لما اضرب الكلام ده في 12 مره اللي هم الريسبيراتوري ريت بيطلع لي حوالي انا باخد 6 لتر في الدقيقه اه طب واللي بيحصل له جاز اكستشينج اسمه الافكتيف فنتليشن فوليوم ده الالفولار فنتليشن
لكن ميت الهواء اللي في الالفولاي بقى وبدا يحصل هنا هو جازك في تشينج. لما اتكلم الافكتيف فنتيليشن فوليوم يطلعوا قد ايه؟ حوالي 4 لتر و2 من 10 لتر بير مينيت. جبتهم ازاي يا دكتور؟ حسبتهم ازاي؟ قلت التايدال فوليوم فالديد سبيس في الريسبيراتوري ريت، انا بتنفس 12 مره، التايدال فوليوم بتاعي 500، والديد سبيس ده المكان اللي ما الحجم الهواء اللي ما بيتعرضش لاي جاز اكسشينج 150، يعني 350 تقريبا 12 تقريبا، تطلع الرقم حوالي يقارب ال 4 و 200 او 4 لتر يعني 200 او 4 و 600 مش هتفرق معايا. اذا من هو يا شباب لا ده في فرق بين الريسبيراتوري من الفوليوم والجاز اكسشينج. من الذي صنع هذا الفرق في المعادله؟ مين اللي صنع الفرق ده؟ ديد سبيس. ما هو مش انا باخد 500 مللي، 350 اللي يوصلوا للالفولاي ده كلهم جاز اكسشينج، 150 مليين مكان اسمه ديد سبيس. هو ديد هنا علشان ما يحصلش فيه جاز اكسشينج، لكن له فوائد قلناها من شويه. طب وانا استفيد ايه يعني بالكلام العبقري اللي انت بتقوله ده؟ لو حصل مرض عمل لي اسوأ نوع من انواع التنفس على وجه الارض. المرض ده زي الهارت فيلير. مريض الهارت فيلير يا شباب بيبقى النفس بتاعه قصير وغير عميق. يعني يسموه شالو رابيد بريزنج. تلاقي المريض ده قاعد اترس وبينهج. عدد مرات التنفس زياده. رابد. لكن عمق النفس شالو ضحل. مش زي ما حضرتك بتاخد النفس بتوصل 350 مللي للالفولاي و150 مللي هم اللي مالين الديد سبيس تراكيه فرونكاي الحيطه اللي لها سيك وول. لا الراجل ده شالنا كده بسرعه بيتنفس بمعدل تنفس اسرع ولكن شالو معناها ان هو هنا ما بياخدش 500 مللي. ده بياخد له حوالي مثلا 200 مللي 250 مللي في الشمه الواحده في النفس الواحد. لكنه بيتنفس مش 12 بقى مره في الدقيقه، ممكن 30 مره في الدقيقه. بيني وبين حضرتك لو حسبت للراجل ده الريسبيراتوري مينت فوليوم عم الحاج اللي عنده هارت فيلير اللي بيتنفس اسوء تنفس رابد بس شرط. لو حسبت له الريسبيراتوري من الفوليوم بعد ما كانوا 12 بقوا 30 مره في الدقيقه. بس بعد ما كنت 500 بقيت 250 او بقيت 200. ايه الرقم؟ 6 لتر بالمينت. ايه ده؟ عم الحاج بياخد 6 لتر بالمينت زي حضرتك. فلو حسبت له الريسبيراتوري من الفوليوم ما يطلعش في فرق بيني وبينه. انما تعالى شوف لما احدد له الافكتيف فنتيليشن فوليوم اشوف الهواء اللي وصل للالفولاي هو بيتعرض الى جهاز اكسشينج الجهاز اكسشينج دي اهم وظيفه. تعالى نحسب كده مع بعض الافكتيف فنتيليشن فوليوم الالفولار فنتيليشن. بص حضرتك 30 مره بس 200 فرق ال 150 الثابتين. ايه ده؟ لتر ونص اللي بيتعرضوا لجهاز اكسشينج. المهم في حد اللي عنده هارت فيلير دوت ده بياخد 6 لتر في الدقيقه بس اللي بيتعرضه لجهاز اكسشينج 1.5 لتر في الدقيقه مش ال 4 لتر اللي احنا بنتكلم عليهم. ده معنى هذا ان هذا العبد الفقير الى ربه هيبقى عنده هارت فيلير. هيبقى عنده هايبوكسيا مع الهارت فيلير. مع هايبوكسيا فين الجهاز اكسشينج؟ ده بقى الراجل ده يا دوبك ده طاير ده بياخد النفس وطلعه يا دوبك يبدا يدي الفلوس ويروح يطلعه تاني. فاذا هنا هيبقى اسوء انواع التنفس هو الرابن شالو بريزنج تبقى مع هايبوكسيا. نقول بقى العاب اطفال. لعبة في الاطفال اهي يقول لحضرتك انا عايز اطول الديد سبيس. ينفع يا دكتور؟ ينفع. العبقري راح ماسك لي تيوب وكل ما اطول التيوب يبقى انت بتطول الديد سبيس وهتنفس من خلال هذه التيوب. ايه رايك حضرتك؟ ده حاجه اللعبه دي اللي انت طولت فيها الديد سبيس ممكن تنتهي بهايبوكسيا. يعني ايه ديد سبيس؟ الله ينور عليك، انت طولت الحجم اللي في الديد سبيس، طولت الديد سبيس، يبقى ممكن اتحكم ازود الديد سبيس، اتنفس عن طريق تيوب. بس اتاكد ان حضرتك هيبقى معاها هايبوكسيا، طب العكس عايز اكتر الديد سبيس. طبعا دي الاطفال والله يلعبوا اطفال.
مش عايزين في العاب الاطفال نلعب احنا لعب الاطفال دي بقى. انا بقول لحضرتك تطور الديد سبيس بس اسمها عن طريق يو. طب تاثر الديد سبيس نستعين بالنبي على طول نستعين بواحد تعمل لنا تراكيوستومي. لو جبت حالة الله اكبر تعالى كده عبقري ورحت جاي يمان اهو رحت جاي تفصل هنا عند التركية هنا اهو تروح تفتح له فورم هنا في التركية يتنفس. احنا بنعملها جراحيا في الانف والاذن. لو في اوبستراكشن لو واحد صفر كانه حته لحمه وسدت لنا هنا اهو اللارنكس وهتخنق بموت اعمل ايه؟ اسيبه يموت؟ لا اعمل ايه؟ اروح جاي بسرعه دي على فكره نقاط سريه اروح جاي هنا على التركية على التركية الرينكس هنا حلال الله اكبر بسم الله افتح له بس صب من هنا تنفس منه. انت قصرت الديد سبيس ماشي لعب اطفال اللي عايز يعرف تفاصيل التراكيوستومي وامتى بنعملها ان شاء الله يروح لدكتور انف واذن وحنجره يشرح له كام حاجه انف واذن ان شاء الله. مش عندنا كمان اهم ما يتلم قصه الفكره وكبر الجمجمه. طبيب يا شباب يعني فيزيشن طبيب يعني فيزيشن مش يعني دكتور. الدكتور ده اي واحد حصل على الدكتوراه اي تخصص وبنطلق عليه دكتور مفيش اي مشكله تجاوزا يعني حتى لو مش معاه دكتوراه. بس فيزيشن جايه من كلمه فيزيولوجي عالم بالفيزيولوجي لازم مش لازم بدقائق الفيزيولوجي دقائق الفيزيولوجي سيبها للمتخصصين امثالنا. انما عالم بالفيزيولوجي يعرف بس الجسم بيشتغل نورمال ازاي عشان يبقى عارف الاب نورمال لازم يعرف النورمال عشان اعالج الناس لازم اكون عارف شويه نورمال. انما لا فيزيولوجي ولا اب نورمال ما تبقاش فيزيشن. ميجرمنت كيف نقيس الديد سبيس؟ طريقتين لقياس الديد سبيس والطريقتين باستخدام غازين شائعين CO2 ميثود ونيتروجين ميبر ميثود CO2 ونيتروجين. وإليكم الأنباء CO2 ميثود. CO2 ميثود ده العبقري بور عمل لنا معادلة فيها فور إيكويشن فأبهرنا فور صح. لكن خلينا مع النطق الشائع خلينا مع النطق الفلاحي بتاعنا اللي احنا بنسمعه في أي مكان صخرا كان أو بستان. فور إيكويشن الراجل ده اخترع معادلة لذيذة بسيطة لحساب الديد ستيت. القط الفكرة ما تفرغيش دماغك. فور إيكويشن قال الراجل ده الفكرة إيه؟ ادي الالفولار اير وادي الديد سبيس. الراجل ده قال CO2 ميثود باستخدام CO2 انا عايز اشوف البرسنت بتاع CO2 اللي موجود في الالفولار اير. عايز احسب في الالفولار اير ده البرسنتج بتاعة CO2 واي كم غاز بيتحسب تركيز فيه حجم زي ما احنا خدنا زمان. الراجل ده قال انا عايز اشوف السي او 2 بيرسنت نسبه تركيز السي او 2 في الالفولار اير طلع 6%. العبقري قال طب والبرسنت اوف اكسباير اوف سي او 2 في الاكسبايرد اير طب في الاكسبايرد اير النفس اللي بيخرج مننا التايتل فوليوم الفوليوم اوف اير اكسباير ده اتش سايكل. الفوليوم اوف اير اكسباير ده
نسبة الـ CO2 فيه قد إيه؟ حسب 4%. يعني عند الالفولار اير حيث سايت اوف جاز اكسشينج اكسجين وسي او 2، نسيب سي او 2 يروح للالفولار اير وناخد الاكسجين، النسبه 6%. ولما خرج من ها عدى على الديد سبيس لقينا التركيز 4%. يبقى انت خفيت بنسبه قد ايه ايها العصير المركز؟ كنت 6%. كففت هذا المخلوط، ده خف، خف بنسبة 2%، يعني بنسبة التلت. يا دكتور فوتوشوب ركز معانا. البلور ايه 6% البرسنت بتاع السي او 2
تحدي. وبقى الراجل يعمل المعادله بتاعته ويشوف ال CO2 دوت C tidal volume يساوي ال CO2 في الالفولار اير. هو الالفولار اير يساوي ايه؟ الالفولار اير يساوي ايه؟ واحد لقطها كده اهو. tidal volume فرق؟ فرق؟ بالسبيس. وبدأ الراجل من هذه المعادلة تجري الحسابات المنطقية بتاعته وخلص منها ده بقى إثبات رياضي. ربنا يعين حضرتك. قال ده أجيب السالب والموجب واضرب في بعض والقصص دي. الراجل ده طلع منتج قانون نهائي بيقول الدنس بيت يساوي التايتل فوليوم في ال CO2 in alveolar air فرق CO2 في الاكسبايرد اير على CO2 in alveolar air. اثبت اثبت كده مع نفسك ربنا يعينك في الفيلدين. CO2 in alveolar air فرق CO2 in expired air على CO2 percent in alveolar air. اقولها لحضرتك التايدر فوليوم ده 500 مللي. الCO2% في الالفولار اير 6%. فرق الCO2% في الاكسبايرد اير 4% على 6%. النسبة دي كلها على بعض تساوي ثلث التايدال فوليوم. واحد وجنبه ستات. ما حدش فهمنا غلط. ده نسبة ال 500 في ثلث يطلع واحد وجنبه شوية ستات. تبعات يعني. أحسن والله أحسن. أقول لحضرتك على البساطة ببساطة شديدة. وتاخد لحضرتك أول سطر وآخر سطر. ولو أنت عايز تخلص القصة أوفر إيكويشن يعني معادلة مش عليا طريقة حسابها جاية منين. انا حاولت افهمها لحضرتك بالاسلوب البلدي وانت راجل مش بتفهم في البلدي قوي فعايز المنتج النهائي. المنتج النهائي هو اللي حضرتك تتحسب عليه. اسمها بوهر ايكويشن معادله بوهر تساوي الديد سبيس لحساب الديد سبيس يساوي التايدال فوليوم في CO2 بيرسنت ان الفولار اير فرق الاكسبايرد اير على الالفولار اير كبرسنتج 6 في 4 على 6 يعني في الاخر الثلث التايدال فوليوم. الديد سبيس يا شباب 150 مللي ولا 160 مللي من ال 500 مللي دول اسمهم ديد سبيس. دي معادله لواحد اسمه كوهر. هي دي اللي مطلوبه مني. هي دي السي او 2 ميثود. الراجل ده اخترع معادله. يعني جت منين ولا ازاي؟ نيتروجين ميتر ميثود. أنا مش جاي أهرج يا شباب ربنا يخليك. نيتروجين ميتر ميثود. إيه نيتروجين ميتر ميثود دي؟ نيتروجين ميتر ميثود يا شباب يعني أنا هستخدم غاز شائع آخر في قياس الديد ستيت. خد الفكرة مبسطة بالبلدي علشان تبقى الأمور أسهل مما تتخيل. اسمها تجربة النفس الواحد. هو نفس سنجل بريث. ونأمر حضرتك انك تيجي من سبايروميتر او باج شنطة فيها فيول اكسجين ومسكها حضرتك كده. وبنأمر حضرتك انك تعمل ديب انسبيريشن. ماشي. ثم ديب اكسبيريشن ونبدا تجربتنا على بركه الله. معايا باج فيها بيور اكسجين. هروح جاي حاطط هذه الباج على الفم وهي تجربه النفس الواحد. هروح ساحب اكسجين من البيور اكسجين الباج اللي فيها بيور اكسجين كانت مقفوله على بيور اكسجين وهاجي دلوقتي احطها على بقي
وهبدا تجربه النفس الواحد. هروح جاي من هذه الباب وواخد نفس. وبعدين عندنا جهاز غالي جدا، هذا الجهاز يطلع لي صوت ألارم، يعمل لي صوت زي المنبه لما يلقط نيتروجين. لما انت حضرتك تيجي تطلع النفس ده تعمل له اكسبيريشن قدام الجهاز ده، اول ما الجهاز ده يعدي عليه نيتروجين يعمل لي ألارم، يعمل لي صوت. جهاز غالي جدا. تجربة نفس واحد، باخد نفس عميق من هذا البيور اكسجين، وبعدين اطلع النفس ده بمزاج اكسبيريشن قدام الجهاز اللي بيحسب لي نسبة الاكسجين وهو بيصفر. فهي فكرة النفس. ايه فكرة الموضوع؟ لو انا افترضت يا شباب، افترضت ان انا خدت 500 مللي من هذا البيور اكسجين اللي مالي الشنطة ده، بفترض يعني ده اي مثال رقم يعني. لو انا خدت 500 مللي، اي مثال رقم، من هذا البيور اكسجين، 350 مللي من الاكسجين ده البيور، بيور نقي 100%، يروحوا فين؟ يروحوا في الالفولاي، يروحوا ان هو يا شباب الالفولار اير. ارسم الرسمه بتاعتي دي بتاعت البالونه والتركيه، ارسم الرسمه المعبره عن الديد سبيس، وادي الالفولاي او الالفولار اير. ركز معايا، خدت انت 500 مللي من البيور اكسجين، 350 مللي يروحوا فين؟ في الالفولار اير. هو الالفولار اير يا شباب ولا فيها ريزيدوال فوليوم؟ ريزيدوال فوليوم. فيبقى هذا البيور اكسجين اللي هيروح في الالفيولاي هيتخلط، يبقى مخلط، هيبقى ميكسد مع نيتروجين. هتقول لي ايه اللي جاب النيتروجين؟ 80% من الاتموسفيريك اير هو نيتروجين. النيتروجين غاز خامل، يعني لا بينتج بالجسم ولا بيستهلك بالجسم. امال فايدته ايه؟ فايدته ان هو بيعمل لي يخفف الاتموسفيريك اير، يخفف الاكسجين. اثنين، يملا لي هذه الالفولاي، يخليها ديستندد. فالبيور اكسجين ال 350 مللي اللي انا خدتهم يا شباب راح من ال 500، راحوا للالفولار اير، و150 مللي هيشغلوا الديد سبيس. ال 350 مللي اللي موجودين في الالفولار هيبقوا ميكسد مع نيتروجين موجود اصلا في الالفولار. ده بتاع الريزيدوال فوليوم، الهواء اللي موجود جوه ده فيه نيتروجين. فهنا الاكسجين اللي راح للالفولار هيتخلط مع نيتروجين. عظيم جدا. طب والبيور اكسجين مع النفس اللي انا خدته ده 350 هيروحوا يتخلطوا مع نيتروجين، طب وال 150 يتخلطوا مع حاجه؟ لا، يبقى الديد سبيس هيبقى ما فيهوش غير بيور اكسجين. فكره التجربه قايمه على الفكره اللي هي عليك ان انا دلوقتي عبقري، حجم الديد سبيس يساوي حجم ايه؟ حجم البيور اكسجين اللي انا هخرجه. لان اخر كم دخل، اخر 150 مللي دخلوا هم اللي مالوا الديد سبيس، كانوا بيور اكسجين. فالبيور اكسجين اللي هيطلع هو اللي كان شاغل الديد سبيس. تبقى الفكره ان انا احسب الديد سبيس قايمه على فكره حساب حجم البيور اكسجين اللي هيخرج. ولما يجي لي نيتروجين يبقى ده كان جاي من الديد سبيس؟ لا، ده جاي من الالفولار، ده الفولار اير. فدي الفكره. احنا بقى ناس فيسيولوجيين معقدين، لدينا تعقيدات وكيرفات لحسابها بطريقه معقده. انت مالك؟ لكن اقول لحضرتك الكيرف ببساطه الناس رسموه لمستوى النيتروجين اللي بيخرج. ركز معايا. خدت نفس من البيور اكسجين مره واحده يا شباب، سنجل بريس. الكلام ده يحتمل انت الراحه، ركز. من بدل الزيت كده اهوت نكمل ناكل. انا هاخد بيور اكسجين، هو نفس وحيد، هو تجربه النفس الواحد، انسبيريشن ذا اكسبيريشن. خلصت التجربه. انت استفدت ايه من باب؟ ايه بيور اكسجين؟ نفترض يا سيد الفاضل، نفترض بيور حجمهم 500 مللي،
وخمسين عشان أرقام تبقى ماشية معانا بس يعني 350 مللي هينزلوا للألفولاي. بس الألفولاي فيها نيتروجين فنتخلص مع النيتروجين هيبقى ده ميكسد اير في أكسجين بيور وفي نيتروجين. طب وآخر آخر 150 دخلوا شغلوا لي الديد سبيس نو أكسجين. طب لما تيجي حضرتك تخرج النفس قدام جهاز ما بيطفرش ولا بيزمر ولا بيطلع لي ألارم ولا يعمل لي منبه غير لما يطلع منه نيتروجين. يبقى انا لما اجي اخرج النفس بتاعي في الفيرست فيز اللي هيخرج بيور اكسجين السكند فيز يا شباب يخرج ميكسد شويه من ال بيور اكسجين ويبدا يظهر معايا النيتروجين. يبدا مرحله انتقاليه
لقينا الاكسجين بريشر او الاكسجين تنشن في الالفولار اير يقدر ب 100 ملي متر مركز. طب اذا علمت انه في الفينوس بلاد، فينوس بلاد اكتب لي فوقها المقصود بيها البلمونري ارتري هو الممثل للفينوس بلاد. لو علمت ان الاكسجين تنشن فيه 40 ملي متر مركري يبقى الغاز ده ينتقل من الى من البلاي الى البلاد. اشمعنى؟ هو بيدوس البريشر جريدينت من الاعلى للاقل. طب اذا علمت ان السي او 2 46 ملي متر مركري ده في البلاد، بينما هنا 40 ملم مركري الاكسجين السي او 2 الغاز اللي موجود في الاير عامل لي ضغط يقدر ب 40 ملم مركري. في فرق هنا 6 ملم مركري بس يخلوا السي او 2 يتحرك من البلاط اير البلاط اير. يعني احنا بنتكلم عن غاز اكستشينج. يبقى انا ممكن اشجع الديفيوجن امتى؟ كل ما اعمل زياده في البريشر جريدينت، كل ما سهل عبور الغاز الاكسجين من الالفولار اير للبلس والعكس صحيح. دي اول فاكتور. اثنين، وده طردي، علاقه طرديه. اثنين، الثيكنس اوف بالمونري ممبرين. ايه ثيكنس اوف بالمونري؟ ايه هو ايه اصلا البالمونري ممبرين؟ خلي نظرك معايا 6 على 6 6 على 6. البلمونري ممبرين مكون من 6 لاير زيادة. تعالوا كده وقت على الرسم، لحسن الواحد يحفظهم تبقى مشكلة. سيرفكتنت تحتيه فلويد. وبعدين وصلت للالفيولار ايبيثيليوم وتحتها بيسمنت ممبرين. في فلويد لايننج الالفيولار بس كانت عليه طبقة زيت كده، طبقة دهنية اسمها سيرفكتنت. الفلويد لايننج الطبقة فلويد وتحت الفلويد في ايبيثيليوم، ايبيثيليال لاير، ايبيثيليال سيل، وبعدها موجود في بيسمنت ممبرين. عظيم جدا. ادي ثلاثه. ده انترستيشيوم ثم رايح ناحيه الكابيلاري سايد البلد. ببدا هنا في بيسمنت ممبرين وبعدين كابيلاري ايبيثيليوم ولا اندوثيليوم؟ اندوثيليوم، كابيلاري اندوثيليوم. وبعدين بوصل للبلاط. فما بين الفلويد والفلويد، الفلويد اللي في الاير والفلويد اللي هنا في البلاط، انا عندي ان هو في لايرز بتمثل ده اللي بسميه البلمونري ممبرين. من الفلويد للفلويد، من النهر الى البحر. ستة لايرز دول اسمهم بلمونري ممبرين. والثيكنس بتاعهم 6 من 10 مايكرون. ايه رأي حضرتك لو في امراض تزود الثيكنس ده؟ الديفيوجن يزيد ولا يقل؟ ده كلام فيزياء، ده كلام بايوفيزكس. لو زاد الثيكنس، لو هنا هو في زيادة في الثيكنس يا شباب، امراض بتعمل زيادة في الثيكنس فتعطل الديفيوجن. الحاجات اللي ممكن تعمل زيادة في الثيكنس، ايه رأي حضرتك لو في إديمة هنا؟ أو في لونج فايبروزس. انترستيشيال فايبروزس، الفايبروستيشيو هنا هو في الانترستيشيوم. تكاثر الفايبروستيشيو هنا في الانترستيشيوم. يبقى عمال يباعد ما بين الالفولاي والبلط. ثلاثة من ضمن العوامل يا شباب. سيرفيس اريا اوف بالمونري ممبرين. خدناها قبل كده، حد يذكرني بالسيرفيس اريا بتاع البلمونري ممبرين؟ لو تركت الالفيولاي المكونة لجزء من البلمونري ممبرين، لو مسكت من الالفيولاي، عملت شبكة من الالفيولاي، مسكت نسيج من الالفيولاي يغطيني ملعب تنس، مساحة ملعب تنس 70 متر مربع. السيرفس اريا اللي بيتم عن طريق الجاز اكستشينج، كل ما زاد السيرفس اريا زي في حالات الاكسرسايز، كل ما زاد الجاز اكستشينج. كل ما قل السيرفس اريا، واحد ما عندوش لنج يعني، واحد استبصرت اللنج نتيجه سرطان فيها ولا حاجه، واحد عنده لنج كلها بس رئه مش شغاله ورئه شغاله، قال لا. هنا قل السيرفس اريا بتاع
كل اللي بنفرين يقل الجاز اكستشينج. أربعة. لأن الانفيزيما معاها تكسر في السبتة انترا انتر الفولار سبتة. بين الالفولاي بعضها وبعض يا شباب في سبتة. والسبتة دي مش جزر وبس. لا أنا معرفش أشرح. الحصة ده على الأقل بالنسبة لي. أنا حاسس إن أنا بشرح كده مش عارف لسه المحاضرة صحيح. نبدو سنة تانية كلهم 70 80 مواطن. وانت قاعدة بقى في وسط الجماهير في المدرج. بس مفيش صوت ولا واحد كده حاسس إن الساعتين بتوع المحاضرة أنا بشرحها ساعتين أصلاً يعني. آخرها ساعة ساعة وربع. ولسه في الوسط ولسه في الوسط. بس الحصة مش ومش هتخش الفيلم حاجة معقدة وغلسة قوي مش بتتفاجئ على ناس تكون على قلبي الا كده انا بس وقفت اوصل لكم الصمود يعني في الانفيزيما يا شباب الانترا البولار سيتا بيبقى فيها بلاد فيزلز مش بتتكلم برضه ففي الانترا البولار سيتا بيبقى فيه بلاد بزن بلط في كبير يعني في دخلة معايا في السبب القوية بتاع الجهة الحشوش بس معدوم في بقى لما السجاية بقى واللي ثلاث أربع عائلة السجاية اليوم بتتكسر السبب دي وبتبقى على فكرة الألبولاي هنا هو بيسموها من فانكشنج ألبولاي المساحة المعرضة للجهة الاكستشينج بتقل الحكمة أصلا إحنا نعمل جهة الاكستشينج فشبتين شلت السبب اللي مليانة كبيلرز وده كان جزء بيحصل عزيز وجالي بيحصل عن طريق جاز اكستشينج عشان كده الانفيزيما عبقري معانا في القصه في الحاجات اللي بتقلل الجاز اكستشينج وتقلل السيرفس اريا زي ما هو مكتوب كلام صحيح في الميكروفون عند حضرتك ما اقدرش اقول حاجه عنه بي على بي ريشيو خدناها قبل كده بس مش بالعنوان ده بي على بي ريشيو ريشيو يعني نسبه نسبة الفنتيليشن، فنتيليشن يعني تجيب هواء للنص، تجيب هواء، اسمها فنتيليشن. على الفرفيوجن، يعني تجيب للنص دم. عشان لما تجيب للنص هواء وتجيب للنص دم، يبقى تعمل بينهم وبين بعض، توقف رصين في الحالة اللي تعمل جهاز اكستشينج، أنت جبت بلاد، اسمها الفرفيوجن. جبت هواء وجبت دم عشان يحصل ايه؟ على ارض الوطن على ارض اللانز عشان تحصل جازيك في تشينج. الفنتليشن اللي بيوصل للالفولاي الافكتيف فنتليشن فوليوم حوالي 4 لتر بير مينت بنتكلم بوقت والفيوجن ده كل الكاردك اوسط اللي جاي من العمال الفنتر كده بنصدره لللانز يعني 5 لتر يبقى النسبة العام دي على بي ريشيو تساوي 4 على 5 8 من 10 بنقيسها ازاي؟ بمادة بغاز يسمى الزينون زينون زي ما تنفيش يا دكتورة الزينون زينهم تفتكر زينهم زينون ما انت لو قلت في الامتحان زينهم الدكتور اصلا هيفتكرك قلت صح ويعديها زينون زينهم الزينون بيقيس الفنتليشن وبيقيس الفيوجن لو استنشقناه جاز ده يحسب الفنتليشن ما هو لو راح للمانج يبقى الحته دي يوصل لها هواء والسوليوشن بتاع هذا الجاز بيتحقن في البلمونري ارتري فبيبقى عن طريق تحسب الفيوجن لا يعني هو نفسه بيستخدم في حساب الفنتليشن والبرفيوجن لما نلاقيه في اللنج معناه ان الحته دي في اللنج وصلها هواء وصلها دم ما هو بيقيس الاثنين داخل قياس الاثنين زينون يتحقن في البلمونري ارتري فلما يوصل لللنج لما يروح في حته في اللنج يبقى راح لها في مصر فانا اقدر احسب منه البرفيوجن وبيتشم بريثنج وإذا لما الاقيه لما اشم هذا الزينون ويروح في حته في اللنج وعن طريق بقى عداد جيجر لان دي ماده راديو اكتف
بطريقة ما لكش فيها علاقة. بناخد الفكرة اللي مكتوب في كتابنا القدس. فلما لقيت اللونج زينون ده معناه ان المكان ده وصله هوا. لو انا استنشقت ولو حقنته في البلمونري ارتري وصل للونج يبقى المكان ده وصله لونج. يبقى عن طريق هذه الزينون بعمل البي على البي ريشيو. اما عن طريق الهيليوم بقيت عن طريق الهيليوم بقيت قاعدين في الصف الاول في الزواج الاحباط الهيليوم اللي انا جاي اصلا الهيليوم بيستخدم في خيال بير مينت في دقيقة.
تحت تأثير كل واحد ملي متر مركري كبريشر ديفرنس، لأن احنا اتفقنا إن الجاز بيعدي بالبريشر جريديانت بالفرق. يعني أنا كأكسجين في الألفولار إير 100 ملي متر مركري أكسجين تنشن البريشر، والأكسجين تنشن في البلاس 40، يبقى أنا هنا بعدي بدرجة الفرق ما بينهم. ال 60 ملي متر مركري دول بيعدوا لي فوليوم أوف جاز، الملي لتر مثلا يبلغ قد كذا حجمه، طب في الدقيقة قد كذا، طب كل ملي متر مركري مسؤول عن كذا، ده اسمه ديفيوجن كاباسيتي اوف بالمونري ممبرين. التمرين بتاعه بيبقى ام 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 فوليوم اوف اير ده ديفيوزز ثرو ذا بالمونري ممبرين من عنوان عرف. احنا لو بندرس بالعربي هيبقى التعريف فيه اهانه بالغه لحضرتك. يعني لما بقول لك عرف السرفكتنت، لو احنا بنتكلم بالعربي هيبقى الدرس عنوانه كده المادة التي تقلل التوتر السطحي. فلما اجي اقول لك ديفينيشن يبقى انا بهينك، لان كاتولين هو المادة التي تقلل التوتر السطحي، يعني اقصد ان الديفينيشن هيبقى هنا هو مالوش معنى. لكن لان حضرتك فقيه في اللغة الانجليزية فبنضطر نعمل ديفينيشن مركب للكلمات. فالكلام من هنا اقصد اقول انه من العنوان عرف ديفيوجن كاباسيتي اوف بالمونري ممبرين، انا عندي جهاز يبقى بحسب الحجم بتاعه اللي بيعدي عن طريق البلمونري ممبرين حجم يعني بالملي لتر في الدقيقه تحت تاثير كل 1 ملي متر مركري بريشر ديفرنس او بريشر جريدينت. لقيته مختلف من السي او 2 للاكسجين، فتوقعوا يا شباب انهي فيهم نفاذيته اعلى؟ انهي فيهم البلمونري ممبرين يعديه بصوره الديفيوجن كاباسيتي اوف البلمونري ممبرين يبقى اعلى؟ وجدناه اعلى للسي او 2 من الاكسجين 20 مره، لان نفاذيه السي او 2 في الليكويد اعلى من الاكسجين. السي او 2 كنفاذيه حاجه اسمها سوليوبيليتي في علم الفيزياء، السوليوبيليتي بتاعت السي او 2 في الليكويد بتبقى اعلى من الاكسجين، لقينا السي او 2 اكثر من الاكسجين كنفاذيه حوالي 20 مره. الديفيوجن كاباسيتي اوف بالمونري ممبرين للاكسجين اكريب يبقى 20، ومع الاكسرسايز يبقى 80، بينما السي او 2 الديفيوجن كاباسيتي لو اتريس يبقى حوالي 400، وبيبقى في الاكسرسايز حوالي 1200. اشكركم على حسن استماعكم.